مرحبا. بما أنه كتير منكم حب فكرة خلطات المكياج بالبيت لأنها سهلة سريعة وما بتكلف، رح اليوم كمان نعمل خلطات المكياج. بالتأكيد كتير منا عنا شادوز مكسورة بالبيت وما منعرف شو نعمل فيهم بالعادة. اليوم رح أفرجيكم كيف نعمل برايمر، آي شادو وأيضاً آي لاينر. رح نحتاج اليوم 3 صحون صغار ومعالق عشان نخلط فيهم، وزي ما عم بتشوفوا بحب استخدام بيت العدسات عشان أحفظ الخلطات. فإذاً رح نحتاج جلي البتروليوم، شادو قديم متفتفت من اختياركم، وأيضاً شادو باللون الأسود. بالإضافة رح نحتاج للفاونديشن وكريم ترطيب البشرة. فإذاً بالنسبة للبرايمر رح نحط كمية صغيرة من مرطب الوجه في الصحن ونزيد عليه الفاونديشن، الكمية طبعاً حسب الرغبة. بعد هيك رح نبلش بعملية الخلط باستخدام المعلقة، والخلطة جاهزة للاستخدام. رح أنتقل للفكرة الثانية اللي هي خلطة الآيلاينر. نفس الإشي رح نحتاج نخلط بالصحن، عشان هيك رح نحط شوية من جل البتروليوم ونزيد عليه الشادو الأسود. الشادو ممكن يكون مبروش سابقاً أو نبرشه لما نيجي نسوي الخلطة بإشي حاد. وهلأ بدنا نخلط عبين ما يكون كل اللون اختلط بالتساوي. تخيلوا قديش سهل؟ وهي جهزت. ونفس الإشي بالشادو. هلأ الحلو بالشادو إنه إذا اللون مناسب للشفاه ما في قانون بيقول إنه ممنوع يستخدم كحمرة. بعد الخلط رح ننقل الخلطات لبيت العدسات. شوفوا الفرق مع البرايمر وبدون. هلأ إذا ما بدكم الخلطات تلمع، مثلاً زي الآي شادو، استخدموا البودرة الشفافة فوقه. وبالنسبة للآيلاينر الأسود، ثبتوه بشادو أسود. إذا حبيتوا فكرة اليوم وجربتوهم بالبيت، ابعتولي صور وألوان الخلطات يلي عملتوها على vanessa@ruya.tv.